على الأسماء الموجودة، العناصر الموجودة، يبدأ بالضغط والكلام عميد، ولن نرتكن للماضي الكبير، بل سنعيش قين فريقين عشاقهم ملايين ورصيدهم كل الآهات MBC. تابعنا، شكرا للزميل العزيز عبد العزيز البكر وضيوف الكرام عامر عبد الله المري. أيوة ورقة المقامة، ريف الهداف، ريباس بيلعبها، الكرة بتصطدم بالعائق بتتخلص بتعود لزياد، يا الشرف، وكأنه سام المولد علق في التسعين، في التسعين للعميد اللي جاب العلم الجديد. ماذا فعل زياد الصحفي؟ يا سلام يا سلام يا عميد، هذه كرة وسام. كان وحداوي وبعدها استوى شبابي وتوني يتكلم عنه وحطها، والكرة بتمر بجوار شوف هذه الكرة ادواردو، اول صناعة رائعة لناصر الشمراني، مرت بجوار القائم، حاد في مكان سليم، ماجد الخيبري تقدم، ما في حد داخل المنطقة، ماجد يحاول بيلعبها عالية لريفا، مرعب العميد ومخيف، خيبري لريفا وريباس بالراس، ومشكلة لو طاح الفاس بالراس، لكن خالد شراحيلي يتألق، هذا الذي يسبق العاصفة، كرة لريفا من المرمى، الله رايح رايح رايح، وتكون تابع هذه ضربة ركنية، فهد المولد لعبها، شوف هذه الكرة العرضية، نعم القرار سليم من المساعد الثاني اسمه فلينسن الشهيرة، وهذه كرة ومباراة شكلها شهيرة، ريف أمام المرمى، الكرة بتعدي إلى خارج الملعب، أنا راح أقول لكم المفاجأة التكتيكية اللي يعملها بيتوكا، ريف الوحدة في الأمام، لحظة استلام الكرة من لاعبي الاتحاد، المولد والغامبي، 18 دقيقة على بداية هذه المباراة، سولي مونتاري عالي عرضي، والكرة بتمر في غاية الخطورة، في غاية الخطورة، المحاولة الماضية لفت لفت لفة قوية جدا ومرت بجوار القائم الأخطر الاتحاد المتمان الفرج أمامي، بيخلصها عساف القرمي بإيجابية، عبد الله بيلعبها عالية وعرضية، كرة لإدواردو، ولكن بيسيطر عليها عساف، بيسيطر عليها عساف، الجهة اليسرى تعمل بشكل واضح للهلال، وحالا أمامية حلوة للهلال، الكرة لإدواردو باتجاه الميدا، الميدا بيجرب وبيسدد تسديدة قوية، ولكن عساف بيسيطر عليها. الدقائق الماضية تقول لك إن الهلال رجع إلى 70 أو 80%. مرتاري بيلعبها لفهد المولد، الكرة للاتحاد، فهد يتقدم، فهد يسابق الزمن، بيلعبها والكرة بيسيطر على، يقرب الاتحاد في مباراة تعتبر شبه مثالية للعميد حتى الآن، عبد الفتاح إلى ريفا أمام المرمى، الكرة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى، 10 دقائق. هذه الكرة اللي عدت وتسددت أمامية، ريفا غامدي للاتحاد، الغامدي بيلعبها، فهد المولد بالسرعة يعوض الزمن، الكرة عالية لسولي وبتعود مرة ثانية تصل لمحمد الشكريات، وكان الهلال والاتحاد عادتهم غريبة، الهلال ما يحلى له إلا يحسم الدوري في جدة، وهذه الكرة لفهد المولد يتقدم فهد من المرمى، شراحيلي بيسيطر عليها، تصل لكواك، كواك أمامي، ارتدت بالخطا للاتحاد في مكان سليم، شالها الشراحيلي، شايف كواك خطا بينه وبين سالم الدوسري، كلاهما يتحمل خطا في اللقطه الماضيه، وعبد الفتاح بيسدد، لكن شراحيلي ايضا بيمنع كره بعد ما منع كره، كره ملعوبه للزوري، عبد الله عاليه وعرضي وتهيئه امام الميدا، يا سلام، خلص كره الميدا، شوف هذه الكره اللي ابعدت من احمد عسيري ولعبها بعد ذلك الميدا، يحاول لمصلحه الهلال، شلهوب راح يلعب العرضيه، شلهوب بهيا لسالم، سالم مع سلمان، سلمان للهلال، عرضيه امام المرمى، بتبعد مره ثانيه، سودان سيطر عليها حارس المرمى، شلهوب يا مونتاري، كل الناس تحب محمد، كرة ملعوبة لخريص، تقدم، خطرة للعميد، خطرة للاتحاد، الله، الذي رجع
ذكريات أحمد الدوخي بدفاع الاتحاد المتقدم في اللقطة الماضية كان ممكن يحطها، ولكن مرت كرة إدواردو يصبح مهاجم ثاني الآن، بيلعب أمامية باتجاه عبد العزيز الدوسري، عبد العزيز داخل منطقة الجزاء، عبد العزيز والكرة في قلب المرمى، الله غريبة حساب يسيطر عليها، شوف عبد العزيز الدوسري غريبة ما حد عرف شو اللي راح يسوي، شو اللي يفكر فيه، هذه الكرة هل تجاوزت؟ لا والله ما تجاوزت، عدت الكرة الماضية وأنقذ المرمى الاتحادي من هدف هلالي. وأنقذ المرمى الاتحادي من هدف اتحاد. بتعود مرة ثانية تصل الأهلي الشلهوب عالية وعرضية للسوري عساف عباس عباس الرعل الشاعر عساف عساف الكرة الماضية بتدخل الآن في مكان سليم لعبد العزيز الدوسري خلف المدافعين والكرة لإدواردو في المرمى ولكن عساف ويتمكن من عسيري البحث عن فهد المولد ريفا مشاها فهد أمام المرمى في مواجهة الفريقين في الدوري فقط ياسر عرضي للزوري أمام المرمى والكرة إلى ضربة ركنية شوف هذه الكرة أساسا هل فيها تسلل أم لا وهل أبعدت بالكتف أم باليد أحمد عسيري عالية وأمامية كواك بيتركها أمام المرمى يكون الاتحاد في اللقطة الماضية شوف الكوري كواك تركها وفهد المولد لم يسجل والمباراة لم تحسم بعد لم تحسم بعد هل من لقطة حاسم للإتي كرة ملعوبة لريفا كان يعلم من خلال الاحتفالات للاتحاد